آخر ساعة قبل الفطار الواحد بيبقى بيحسب كل دقيقة وكل ثانية علشان يفطر، بس بيكون عارف ان الساعة دي هتعدي. غيره برضو بيحسب كل دقيقة وكل ثانية علشان يفطر، بس الساعة بتاعته مش بتخلص على المغرب. الساعة بتاعته ممكن تطول ليوم او اتنين او لما ربنا يفرجها. كرتونة رمضان بتكفي اسرة من 5 افراد لمدة شهر كامل، وبتوصل لقرى ونجوع محدش يعرف يوصل لها. ما تحرمش نفسك من ثواب المشاركة في كرتونة رمضان من جمعية الأرمان. شارك ب90 جنيه او 150 جنيه او 220 جنيه بوزن الكرتونة 20 كيلو. مش مهم كرتونة بكام، انما المهم فيها حاجات قد ايه. اتصل ب19-4-55 يصلك مندوبنا لحد باب البيت. وبنأكد تاني، مش مهم الكرتونة بكام، المهم فيها حاجات قد ايه.